نبدأ من المغرب، حيث أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أكد أمس أن الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل. وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، قال إن الحكومة عازمة بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، عازمة على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد الشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليه في الدستور. وأضاف أن الحكومة حريصة على أن يحمي هذا القانون كذلك حرية العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا على أن القانون المتعلق بالحق في الإضراب يجب أن يكون في مستوى مغرب القرن 21. اليوم نشرع في مناقشة القانون التنظيمي لكي يحدد شروط وديال الممارسة ديال الحق ديال الإضراب. الحكومة عازمة من خلال هذا العمل بعد التشاور لأكثر من 25 شهر مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع أرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، عازمة على العمل مع السيدات والسادة النواب في مرحلة أولى والسيدات والسادة المستشارين في مرحلة ثانية على أن يكون القانون التنظيمي اللي كيحدد شروط ممارسة قانون الإضراب قانون يحمي الإضراب، يحمي المضربين، يحمي الحقوق ديال المغاربة كيف ما جا في الدستور كيف ما بغاهم سيدنا الله ينصرو بالنسبة للمغاربة. قانون كذلك يحمي حرية العمل واستمرار ديال العمل في المقاولات وفي المؤسسات وفي المرافق العمومية. قانون في المستوى ديال المغرب ديال القرن 21. اليوم بدينا غادي نستمروا ومازال نقاش كذلك مع النقابات كذلك بالموازاة مع هذا العمل هذا باش نوصلوا إلى قانون إن شاء الله نسعى فيه إلى التوافق ونحترموا الأجيال ديالنا ونحترموا الحقوق ديال المواطنات والمواطنين في بلادنا.